يشوفني عشان نسي يرش على رجله. يعني هو الغلب اللي احنا فيه من الصبح ده عشان نجيب مية ياخد بيها دش؟ لا سيبكم من كل دول، انا اللي هيجنني اللي هو جه ادالنا ازازتين فاضيين وخد مننا ازازتين فاضيين تانيين. طب ما كرح باللي هو اداهم لنا. هي ندى دي شربته حاجه ولا ايه؟ لا 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 انا فاهمك بقى، هو غالبا الازازتين اللي اداهم لك مبلولين، فخاف يروح للكشك عند مدام ندى فتقول له لا دول مبلولين انت اتصابت انت خدتها قبل كده فخد اتنين. انا فهمت الراجل ده، على قد ما بكرهه بس على قد ما الراجل ده عنده مصداقيه رهيبه. هو وعدنا بايه؟ بقطرات الندى. هاتك ده. ايه دي قطرات الندى؟ باقي المايه الزياده دلقها على نفسه عشان ما يطلعش كذاب. قد ايه انت عظيم يا كابتن ماجي، انا بحبك. من اجل الله، من اجل الله. معايا معايا ما بطل لعب يا راجل، بطل لعب في المايه يا ولد. It's now or never, come hold me tight, kiss me my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late, it's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. Pow, pow, pow. ده بيعزف على الجيتار ويطبل ولا عمرو مصطفى. لا وكلمات الأغنية عجبتني قوي، ده إيه ده؟ وخصوصا البام بام بللو. ثانك يو ثانك يو كابتن ماجد، فكرتني بالاغاني الطلياني اللي تجنن. انا عندي قصر في ميلانو جنب تورونتو على طول. كنت كل يوم سبت اعمل حفله عيد ميلادي ويجوا الناس، اصل هناك السبت اجازه لانه بيوافق يوم جمعه. ايام. وكان بيجيني المطرب العالمي المشهور الطلياني حبيب قلبي الله يرحمه بقى، شفيق وجلالو. شفيق وجلالو؟ معروف ماما مية. بس انا مش فاكر له اغاني، له اغاني مشهوره؟ اي ثينك شيخ البلد خليت ولد يا فرخته عامل فرخ لخلفته شيخ البلد شيخ البلد. ده ايطالي ده؟ سي سينيوريتا سي. تعرف ان المطرب شفيق وجلالو ده المافيا قتلته؟ ايوه يا ابني، ما هو جاد فازر اصلا اللي هو شيخ البلد. ما تسيبكوا بقى من الحاجات اللي مش مفهومه دي وتخش لنا في حاجه عربي، بس مش عربي دي، عربي بتاعك انت. ركز في الاكل يا عربي، ركز في الاكل. هتردوا معايا؟ ايوه. يلا. جميل جمال ملوش مثال. ها يلا. جميل جمال ملوش مثال. جميل جمال ملوش مثال. جميل جمال ملوش مثال، ولا في الخيال سنة اللي قال زي غزال. جميل جمال ها ملوش مثال. روحي يا روحي. ليه الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا وانت معايا، تسألني ليه معرفش، والسر ايه مفهمش. طب تسألني ليه معرفش. اتفضلي اتفضلي يا ست هانم، الزيتا والزنبوليتا في الصالون. هو حضرتك ما بتاكلش ليه يا كابتن ماجد؟ من الاكل معلهوش ملح يعني؟ والله العظيم قلبت لك الجزيره كلها على ملحه ما لقيتش. لا والله يا عتاب تسلم ايديكي، طبعا اكيد الاكل هايل. انا كان عليا، انا بحاول افرفشكم طبعا عشان اللي حصل لكم بسببنا. بسببكم يعني ايه؟ ده احنا من غيرك كنا ضايعين وتايهين وجعانين ومعفنين ومنتنين. يا ساحرة الجنوب تخرسي خالص انت، وانت يا استاذ ما
ايش هو حريم الطيار اللي انت عامله ده؟ انا عن نفسي I trust you so much وان شاء الله هترجعني مصر. انت مش واخد بالك ان انا ميس ايجيبت ولا ايه؟ اه طبعا اكيد عارف حضرتك، بس هو الاسم بس تهمني. جازمين احفظه بقى. هي صح صح. طب انت عارف يا كابتن، انت قبل ما تيجي هنا الدنيا كانت سودة في عيننا خالص. ايوه. لكن دلوقتي الدنيا اتملت كهارب. عقارب عقارب. اطمنوا يا جماعه، انا هعمل اقصى ما عندي ان شاء الله يعني عشان اكون عند حسن ظنكم. لا حقيقي يا كابتن ماجد، انت واضح جدا ان انت من الرجاله اللي يعتمد عليها. This is true. مش اكياس المخدات اللي وقعنا فيها يا اختي. نام من غير مخده وكسب فيا ثواب. الحقيقه متشكرين يا كابتن ماجد على الميه اللي شربناها والفيش والسمك اللي كلناه، بس مش عارف يعني هترجعنا بلدنا ازاي، خصوصا ان القارب الوحيد اللي كان معانا غرق. ده حرام ده حرام ده حرام. ايه يا سر؟ شوف دي. طب ما هو انت هتفزعني ليه؟ لا مؤاخذه. طب ما هو احنا ممكن نستخدم المسدس اللي مع بلسم باشا دي ونضرب بيه على اي طياره معديه. بروق عليك يا والي، جبت التايه حتى الطياره تقع وناخد منها الاكل والشرب. يا سلام لو لنا كازوزه. لا 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 ما تخدش بالك منهم، دول كرتون مش حقيقي، وبعدين دي اعلانات كده فواصل يعني. ايوه ايوه. مسدس ايه يا استاذ بلسم اللي بيتكلموا عليه ده؟ مسدس 9 ملي، مسدسي العهده. ايوه طلعت بيه طياره ازاي؟ مش فاهم ايه المشكله يعني، هو انا طالع بصفيحه ملوحه على الطياره؟ بعدين لسه قايلين لك اهو انا ظابط. حتى لو ظابط ممنوع تطلع بيها الطياره. سوري كابتن ماجد، معلش مع احترامي، هو مش ظابط يعني ظابط، لا ده مقدم. حتى لو برضه ممنوع تطلع بيها الطياره. مش فاهم يعني المعلومه دي اكيد ولا انت قريتها على النت؟ نت ايه؟ ده قانون. ايوه طبعا ما انا عارف ان قانون، وعلى فكره يا جماعه القانون بيمشي على الكل. بصراحه يا جماعه انا كنت طالع في مهمه سريه، حتى لو تلاحظوا ان انا يعني مربي دقني زي سمير الاسكندراني ومتخفي علشان اقدر انغمس في عالم الاجرام، يعني اكيد مش هطلع بصفتي ظابط. وايه هي المهمه السريه اللي كنت طالع فيها يا كابتن بلسم؟ استاذ ايمن بقول مهمه سريه، يعني لو قلت لكم هحرق المفاجاه. سيبكم يا جماعه من المهمه ومن المسدس دلوقتي وخلونا مع الكابتن ماجد، وخلونا نعرف يا ترى كابتن ماجد هيخرجنا من الجزيره دي ازاي. ماشي بس هنتكلم. اه طبعا اي وقت تيجي المكتب نشرب القهوه مع بعض وندردش. اوكي يا جماعه، يؤسفني اقول لكم ان احنا هنفضل على الجزيره هنا لحد ما اي طياره تعدي علينا بالصدفه او ايه او لا اوعى تختفوا حتى ابوك ما صدقنا لقيناك، او نلاقي جهاز الارسال. جهاز ارسال ايه؟ ما هو يعتاد اي طياره بيبقى فيها جهاز ارسال، وجهاز قوي جدا بيبعت اشارات على مسافات بعيده جدا. والجهاز ده بيبقى فين يا كابتن ماجد؟ الجهاز ده بيبقى موجود في غرفه المحولات. حلو، باذن الله هنلاقي الجهاز. نلاقي ايه؟ بيقول لك في غرفه المحولات، يعني زمانه دلوقتي في اعماق البحار، وتلاقي قرش خد ولا حاجه عمله طفايه ولا قوقعه. هو انت مالك يا باسم باشا مسود كده؟ هو لا ده مش شمس، بس انا قصدي مسود من جوه، يعني من ساعه ما الكابتن ماجد ما ظهر. وايه يعني لما ندور على الجهاز؟ احنا ورانا حاجه؟ تشغليش بالك بيه، انا بكره الصبح ان شاء الله هختص وهجيب الجهاز. كان جاء قوقعه ولا طفايه، حتى لو كان في بطن الحوت برضه هجيبه. بس هيبقى عندنا مشكله، الجهاز ده جهاز ارسال، لازم يكون عندنا جهاز تاني، جهاز استقبال عشان نستقبل عليه الموجات. أنا كالعادة عندي فكرة تحل المشكلة دي. عربي قول لي الفكرة وخليك تضرب طلقتين بالمسدس. لا أنت كل مرة بتضحك عليا. طب خلي المسدس معاك. وإيش ضمني افرض طلع مسدس مية؟ قول فكرتك يا ملك الكيمياء، هي دي الحاجة الوحيدة اللي فالح فيها. لا الفيزياء لو سمحتي. ما تقول يا أبو فيسيا أنت وما تضيعش وقت لأن الريحة بانت. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أعرف نفسي عشان في أعضاء جدد غير مرغوب فيهم. أنا الأستاذ عربي حصل على ماجستير بحضر دكتوراه مع مزيد من المثابرة والإجتهاد. عربي لخص وخلص وقولها بالبلدي. حاضر حاضر. أنا معايا راديو ترانزستور، الراديو ده لو عملت عليه بعض التعديلات والتحديثات نقدر نستقبل عليه الإشارة. يا أهل الخير
دي فكرتي يا اخوانا، بس هو قال اخر كلمتين بس. مش مهم مين اللي بص الكورة، المهم العسل اللي جاب الجول. والله ده ظلم فعلا، دي مش بلد شهادات، بلد جنات. بقول لكم فكرتي يا ناس. احسن، عشان ما رضيتش تقول الفكره. يعني ايه؟ خد مني الفكره خلاص وتسقفوا له هو؟ طب والله ما انا قاعد معاك مش هكمل السمكه بتاعتي مع اني نفسي فيها. والله ده ظلم، والله انزل البحر لوحدي. امشي عياطي. خد يا ابو نمعي. بكره الصبح يا جماعه ان شاء الله انا هغطس وهجيب الجهاز، واوعدكم ان احنا هنمشي من هنا لاني ابتديت أشم طريق النجاح.